أهلا بكم مشاهدينا في نشرة الأخبار، ونستهلها بالملف الدولي. وعشية انتخابات التجديد النصفي بالولايات المتحدة، حذر الرئيس جو بايدن الأمريكيين من أن الديمقراطية على المحك في هذه الانتخابات التي ستجرى اليوم، داعيا الأمريكيين إلى استغلال هذه الفرصة للدفاع عنها على حد قوله. حمزة الخضر في المتابعة. الديمقراطية على المحك، وهذه فرصتكم للدفاع عنها. هكذا وجه الرئيس الأمريكي بايدن تحذيرا للأمريكيين عشية انتخابات التجديد النصفي. بايدن قال أمام حشد من أنصار الحزب الديمقراطي في مهرجان انتخابي في بوي بولاية ميريلاند: نستشعر في داخلنا أن ديمقراطيتنا في خطر، ونعلم أن هذه اللحظة هي فرصتكم للدفاع عنها، مضيفا: سنحقق ذلك. خلال الحملة الانتخابية، ركز الديمقراطيون على حقوق التصويت والحق في الإجهاض والرفاهية، وعلى التهديد الذي يمثله الدعم المتزايد بين الجمهوريين المؤيدين لترامب لنظرية المؤامرة السياسية. في المقابل، ركز الجمهوريون في حملاتهم على أن التصويت للديمقراطيين يعني أنه لن تكون هناك نهاية للتضخم المرتفع وتصاعد جرائم العنف، وذلك في إطار سعيهم إلى جعل الانتخابات النصفية استفتاء على الرئيس. نسبة تأييد الرئيس تراجعت إلى حوالي 42%، ما جعل بايدن يتجنب المشاركة في حملات انتخابية في الولايات حيث المنافسة محتدمة. فلمن ستكون الكلمة الفصل في نهاية هذا السباق المحموم؟ وحدهم الناخبون الأمريكيون من يملكون الإجابة. ننتقل إلى شبه الجزيرة الكورية، حيث نفت كوريا الشمالية ما قالت إنها شائعات حول تزويدها لروسيا بالأسلحة، واعتبرت أن هذه الاتهامات الصادرة عن واشنطن تندرج في إطار محاولة عدائية من واشنطن لتشويه صورة بيونغ يانغ على الساحة الدولية. تقرير أسامة العمراني. ذكرت وسائل إعلام رسمية بأن كوريا الشمالية تنفي الأنباء حول بيعها أسلحة لروسيا، وتعتبر مثل هذه التصريحات محاولة من واشنطن لتشويه سمعتها. نفس التقارير أضافت بأن كوريا الشمالية لم تجري أي صفقات سلاح مع روسيا ولا تخطط لذلك، بعد أن أشارت الولايات المتحدة إلى أن الجارة الشمالية تزود روسيا على ما يبدو بقذائف مدفعية. المتحدث باسم الأمن القومي للبيت الأبيض جون كيربي أفاد الأسبوع الماضي بأن الولايات المتحدة لديها معلومات تشير إلى أن كوريا الشمالية تزود روسيا سراً بعدد كبير من قذائف مدفعية. مسؤول بوزارة الدفاع الكورية الشمالية وصف هذه المزاعم بأنها شائعة، مضيفا بأن مثل هذه التحركات الأمريكية جزءا من محاولتها العدائية لتشويه صورة كوريا الشمالية على الساحة الدولية. في موضوع آخر، أعلنت منظمة الصحة العالمية أن موجات الحر تسببت في وفاة 15,000 شخص على الأقل في أوروبا خلال سنة 2022، مشيرة إلى أن إسبانيا وألمانيا كانت الأكثر تأثراً بهذه الظاهرة المناخية. عودة مع حمزة الخضر. استناداً لبيانات البلدان المقدمة إلى حدود الآن، فإن 15,000 شخص على الأقل توفوا بشكل مباشر بسبب موجات الحر خلال سنة 2022. الكلام هنا لمدير الفرع الأوروبي لمنظمة الصحة العالمية هانس كلوغ، الذي أضاف أن السلطات الصحية سجلت خلال أشهر الصيف الثلاثة نحو 4,000 وفاة بإسبانيا، وأكثر من 1,000 وفاة بالبرتغال، وأكثر من 3,200 وفاة بالمملكة المتحدة، وحوالي 4,500 وفاة بألمانيا. وتوقع أن ترتفع هذه التقديرات مع إعلان المزيد من الدول عن تسجيل وفيات إضافية بسبب الحر. الفترة الممتدة من يونيو إلى أغسطس الماضيين كانت الأكثر حراً في أوروبا منذ الشروع في تسجيل البيانات، حيث تسببت درجات الحرارة المرتفعة بشكل استثنائي في تسجيل أسوأ جفاف شهدته القارة منذ العصور الوسطى.
أعلنت السلطات الهندية عن إعادة فتح المدارس في العاصمة نيودلهي بدءا من يوم غد الأربعاء ورفع بعض القيود إثر تحسن جودة الهواء. الإعلان جاء بعد أن أظهرت بيانات المجلس المركزي لمراقبة التلوث الهندي أن مؤشر جودة الهواء في نيودلهي تحسن بشكل ملحوظ. تفاصيل أوفى في تقرير حمزة الخضر. أعادت المؤسسات التعليمية في الهند إلى فتح أبوابها بعد أن أغلقت كرها بسبب تلوث الهواء الذي كان قد وصل إلى مستويات مثيرة للقلق في الأيام الأخيرة. إعلان فتح المدارس جاء بعد أن أظهرت بيانات المجلس المركزي لمراقبة التلوث الهندي أن مؤشر جودة الهواء في نيودلهي وصل إلى 326 على مقياس 500 درجة. وزير البيئة في الحكومة المحلية في نيودلهي جوبال راي قال خلال مؤتمر صحفي إنه قد تم رفع الحظر المفروض على دخول الشاحنات إلى نيودلهي وإلغاء أوامر العمل من المنزل ورفع الحظر المفروض على أعمال البناء المتعلقة بالطرق والجسور العلوية وخطوط الأنابيب ونقل الطاقة، إلا أن الحظر المفروض على أعمال الهدم والبناء للاحتياجات الخاصة لا زال جاريا. نيودلهي تعد من أكثر المدن تلوثا في العالم وفق عدة دراسات حول جودة الهواء عبر الانبعاثات الصناعية وعوادم المركبات والدخان الناتج عن حرق قش المحاصيل في الولايات المجاورة. نتابع بالأخبار الوطنية، حيث وقع كل من الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية السيد فوزي القجع، والممثل المقيم لمكتب البنك الإفريقي للتنمية السيد أشرف ترسيم أمس بالرباط اتفاقيتي قرض لتمويل برنامجين يهمان تنمية زراعة الحبوب وتعميم التغطية الاجتماعية. التفاصيل في التقرير التالي. وقع كل من الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية السيد فوزي القجع والممثل المقيم لمكتب البنك الإفريقي للتنمية السيد أشرف ترسيم اتفاقيتي قرض لتمويل برنامجين يهمان تنمية زراعة الحبوب وتعميم التغطية الاجتماعية. هذا البرنامج كذلك يساعدنا باش نمروا بهذه المرحله اللي هي جد دقيقه فيما يخص تمويل السوق الداخلي، فهو 2 مليار ديال الدراهم اللي كتدخل يعني في اطار التعاقد مع البنك الافريقي للتنميه. هذه الاتفاقيه هذه هي جد مهمه لانه غتخلينا كذلك حنا في حاجه ماسه الى الدعم، غتخلينا نوسعوا هذه الرقعه ديال المستفيدين اللي في الاطار ديال الحمايه الاجتماعيه وكذلك نعموا هذه التغطيه. ويتعلق الأمر ببرنامج دعم التنمية التنافسية والمرنة لزراعة الحبوب بمبلغ 199 مليون أورو وبرنامج دعم تعميم التغطية الاجتماعية بمبلغ 87 مليون أورو. إن هذين المشروعين الاستراتيجيين الجديدين يجسدان العلاقة القوية التي تربط بين المملكة المغربية والبنك الإفريقي للتنمية، إذ أن هذا البرنامج يندرج في إطار مرفق الإنتاج الغذائي الطارئ الإفريقي، كما إن التمويل الذي يقدمه البنك الإفريقي للتنمية جاء بهدف دعم الحصول على منتجات الحبوب بأسعار معقولة وتعزيز القدرة التنافسية والإنتاجية لقطاع الحبوب بغية تقليل الواردات وتقليص الاعتماد على الخارج. هذا ويهدف البرنامج الأول إلى المساهمة في تنزيل إصلاحات تروم تطوير إنتاجية زراعة الحبوب وقدرتها على مواجهة تحدي المناخ. أما البرنامج الثاني فيأتي لمواكبة الورش الهام لتعميم الحماية الاجتماعية، حيث يهدف بصفة خاصة إلى دعم تحقيق التغطية الصحية الشاملة وتوسيع قاعدة الانخراط في أنظمة التقاعد وتعميم التعويضات العائلية. وطنيا دائما، بمناسبة تخليد الذكرى 47 للمسيرة الخضراء، تم بابن ملال إطلاق عدة مشاريع تنموية بتكلفة إجمالية تبلغ 45 مليون درهم. معطية توفى في تقرير وليد حميد علوي. بمناسبة تخليد الذكرى 47 للمسيرة الخضراء المجيدة، تم بمدينة بني ملال إطلاق عدة مشاريع تنموية بتكلفة إجمالية تبلغ 45 مليون درهم. وهكذا فقد أعطى والي جهة بني ملال خنيفرة السيد الخطيب الهبيل انطلاقة أشغال تهيئة وتأهيل البنيات التحتية بالأحياء الناقصة التجهيز بمدينة بني ملال.
هاد كذلك الانجاز ديال هذا المشروع جاء في اطار تفعيل البرنامج الثالث ديال المبادره الوطنيه للمشاريع اللي هو تحسين الدخل والادماج الاقتصادي للشباب، واللي من ضمن المحاور ديالو وهو العمل على تمكين كل الفاعلين الاقتصاديين في التضامن الاجتماعي على مستوى المحلي باش يتوفروا على ادوات ديال وفضاءات للتسويق، خاصه تنعرفوا بان التسويق هو العقبه الرئيسيه اللي تتكون عند هذا الاقتصاد التضامني، فواخا تيكون الانتاج ولكن تبقى التسويق هو الاشكال، وبالتالي فمثل هذه النقاط غادي تكون غادي تساهم لا محاله مساهمه فعاله في توفير المجالات ديال البيع ديال المنتوجات المحليه. وأعطى والي الجهة كذلك انطلاقة أشغال تهيئة وتقوية الطرقات داخل مدينة بني ملال بتكلفة قدرت ب 16.5 مليون درهم بتمويل من ميزانية الجهة، هذا بالإضافة إلى تدشين والي الجهة لسوق القدس التضامني لعرض وتسويق المنتوجات المجالية. وبجماعة أولاد مبارك أعطى والي الجهة انطلاقة أشغال تهيئة الطريق الرابطة بين الطريق الوطنية رقم 8 وتيموليلت بتكلفة تناهز 4.3 مليون درهم ستمول من ميزانية الجهة. قبل الختام جرى بمقر سفارة المكسيك بالرباط إقامة مذبح يوم الموتى، وهو من الطقوس الرئيسية للاحتفال بيوم الموتى في البلد الأمريكي اللاتيني. التظاهرة الاحتفالية ستبقى مفتوحة أمام العموم إلى غاية 25 من نوفمبر الجاري. تفاصيل أكثر في تقرير سكينة مسوية. يتعلق الأمر بمنصة أعدت بمقر سفارة المكسيك بالرباط زينت بالشموع والورود المسماة زهور الموتى وشرائح الخبز المحلى بالسكر الذي يطلق عليه خبز الموتى، إضافة إلى مجموعة من الجماجم المعدة بالسكر والهياكل العظمية، وذلك من أجل الاحتفال بيوم الموتى. إن هذه التظاهرة تشكل مناسبة للتعريف بالثقافة المكسيكية وتقاسم احتفالات يوم الموتى مع كل المغاربة، ويعد مذبح يوم الموتى من التقاليد المتجذرة في الثقافة المكسيكية القديمة. تم التزيين أيضاً بآلة القيثارة والقبعة التقليدية المكسيكية، وذلك احتفاءً بالمغني المكسيكي الراحل بيسنتي غوميز. يوم الموتى مناسبة تاريخية يحتفل بها المكسيكيون في اليوم الأول والثاني من نوفمبر من كل سنة، وهما اليومان اللذان تعود فيهما أرواح الموتى إلى الأرض من جديد حسب المعتقدات المكسيكية القديمة. بهذا الخبر نكون قد وصلنا مشاهدينا إلى نهاية النشرة، لكن تغطيتنا مستمرة لأبرز الأخبار. بعد قليل نلتقي في موجز لأهم الأنباء. في أمان الله.